اسلم ما عاد عليكم ها اسلم على تحمسه شفتكم ساكتين من هلا في مرة يقول لك في مرة من المرات ايوه وفي سالفة العصر والاوان ايوه كان يا طويل العمر ايام البداء وايام ال 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 اي ثبت الناس والخيم وهي الاشياء اللي عليها بيوت شعب تعال يا الله عاد جبتت موضوع شبة النار عندكم في عمان نفود ها نعم نعم وفيها بدو جفود عاني قصدك المراعي وهي الاشياء صح اي ها اي نسميها مراتع مراتع لا لا طعوس نفود نفود الرمل اي اي الرمل هيوه طعوس وفيها بدو وفيها عرب ينزلونها نعم نعم خاصة فيها عندك الرملة ظني تقطع بيننا وبينكم صح؟ ايوه ربع الخالي ترى بين السعودية وبين وفيها بدو ان فيها بدو وفيها نفسي المرة هناك ان فيها المرة والدواسر اللي هم الفرجان ونعم ونعم شاهد الله لا نحن نفسي فيها الرملة والصخابرة كلهم هنا فيها شيء من المناطق هاي في الرملة كلها عندك ما نبدلها جهة حرب عندك عندنا في الشرقية نفس الشيء هناك اكبر رمل له معنى موجود في الشرقية بعد الشرقية جوه بني هاجر لا الشرقية عمان مش الشرقية والنعم فيهم والنعم فيهم شاهد الله بني هاجر عليك زوج كل بابيهم تذكرت والله اللي اتصل قبل شوي الله يطول عمره ما يسمع اللي يقول اقول لك ما شاء الله الناعي ابني اللي اتصل ما شاء الله عليه ولد صغير غير امه وقف رجال اقول لك زين قصتنا يا طويل العمر اي رجال هذه قصيدة قصة اني كل سمعت فيها كم رواية أيوة. لكن بقول الرواية اللي انا حافظنها اسلم يا طويل العمر هذا واحد رجال شيخ وعنده بنت اي وعنده يا طويل العمر ابن عم ايوه عنده يعني اخوان اثنين واحد منهم باقي رجال الله الله مجمل له فاولاده اي والحمد لله عياله كل عنده ثلاثة اولاد الواحد ما تبغاها عن خويه ها باقي طال عمرك ما شاء الله اجسام وجمال انت كبت لها واخوه الثاني ما عنده الا ولد واحد ايوه واعرج ولك عليه يعني انها رجال ما انه في ذاك الزين وملقبينه عرج يقولوا له عرج راح عرج ورجع عرج عرج ايوه ترى هو عرج فعاد مره مسكينه هذه اللي اسمها عرج وعرج فمره من المرات وبنته تقطع كسبيره في ما عين سكين بارده اقول لك لا خلص نتقاش هملا عيت يا طويل العمر اسمع عيت دخلني بعيت جيت على سالفتهم انزين وبنت الشيخ الا محسوبة على واحد من عيال عمها اي الشخصيات المديونين انت صاد انت صاد وبنفس عمرها وكيف محسوبة عليه عاد خلاص انه فلان لفلان وفلان لفلان انزين جات يا طويل العمر فترة والرجال راح قال نبى ندور نبى نضعن اللي هو ابوها ترى يعني الكرش ما حطنا عشان ابو صالح ما يحب قال نشوف يعني عذرون قال نبغى نشوف اذا شيء مرعي طيب يعني اذا شيء مرعي طيب جنبنا ولا شيء نبغى نشد عليه اي راح يعس ايوه الحين نسميها اضعون زين يا طويل العمر وتنقى له حد 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 كيف ما شل الولد هذاك للشكه للشكه بهارات صره ما شل يعني لا حتى حلو الجلسه معلش دبليو ثلاثه بيض الله وجهك وجه ابيض مون عليك ترى ما شل لا شل عريج عنده شل مجموع صغير بس ما هم العريج لا لا ما شل عريج همله ايوه هم لا مش سالفة همله اتركه بس يعني خذ ناس عريج ما خذاه ولد عمها اللي محسوب عليه البنت ما خذاه انزين وفي ناس كبير يعني كثير ما شلهم لكن يعني يوم خص الناس ما خصها الاثنين مع انها اقرب له ترى هم مش سالفة انهم يقربون له ولا لا بس هو شل مجموعة معينة بس يروحون يشوفون المكان ويرجعون هاي عسو ايوه يوم راحوا يا طويل العمر يعني كالعاده هذاك يجي ويجلس عند زوجته المستقبليه يجلس معها هناك بالخيم وكذي والامور طيبه من اول قلوب صعب تقولون طيبه يوم يا طويل العمر جلس ابو مانع ابو مانع يكلم حد من الشباب عشان الخبز يعني انا في المطبخ انا عند الاعداد الخبز اللي جبته انا ابشر حاض ابشر اجيبها هنا ابو شعيب والله مشفوه للرب معلش كذا بيض الله وياك زين يا طويل العمر حول العلم ناكلها بالخبازة أبو إمام ناكلها بالخبازة إيه ولا نجيب صحون لا لا في المخبزية هذي زين يا طويل العمر لما الشعر عندنا سالفة ورا تعال اسمع اسمعها الحق عليه الحق ما تلحق زين يا طويل العمر يوم هو جالس يسولفون هو وبنت عمه أيوه شوي ويجيهم الراعي يركض ها وخذنا وخذنا زينها وخذنا والحلال قالوا له قال له وش فيك وش فيك قال
جونا اربع قطاع الطرق وخذوا الحلال ومسلحين. تروح البنت وترمي سلاح ابوها للولد، قالت له هذا السلاح اغلى مني ومنك عند ابوي، فحتى لو يرجع سلاح وانت ما ترجع كل واحد، اهم شيء السلاح يرجع. يا سلام. والحق القوم، قال له ابشري، راح وبعد شوي يرجع. رجع. ما ضفنا لها ماء عشان نكهة. ادريكم عارفين، لكن للمشاهدين بعض الناس يضيف مويه عشان على ما قال تكثر المرقه، لكن هذه طال عمرك بنكتمها وتجيب مرقتها فيها. يا سلام من الشحم. من الشحم. بيض الله. اسلم يا ابو وعد. ترى انا والله ماني ترى طال عمرك حنا ولا مقطع كلامك عقب ما تخلص سالفتك لازمكم تتكلمون، لان احنا مكملين بعض اكيد. للمشاهد اللي بيطلع يقدر يصلح، يكسب خبره، يكسبها ببساطه، عرفت؟ بدل ما يروح ياخذها جاهزه ويصلحها ما ادري ايش بفلوس وذا، صلحها هو بنفسه. كلام سم. باخذ ترى باخذ مشاركاتكم الحين. والله اللي ينتجون ورايا بيتعبون كثير صراحه. هو بيجبع. يقطعون يفكرون. اسلم زين. وراحوا عطتها البندق وراحوا لحق القوم. وراحوا لحق القوم يا طويل العمر، ورجع الرجال مره كثير. افا مره جو ما ماخذين له خيله وماخذين سلاحه. يعني فارزه. ايوه. ورجع مخاوي شمه. يا طويل العزايم. قالت له وين السلاح؟ وين السلاح؟ حتى ما قالت له وش فيك ولا انت بخير ولا لا. قالت له السلاح. هم على حسوفه السلاح. فهم؟ قالت له قال انت قوي الحمد لله اني رجعت حي. هذا لا طلعوا قوم ما حد يقربهم. وهذول طلعوا مو اربعه، طلعوا 40. وجه الله. يبى يتحي كثرها عشان ما يكون ينحرق. ما حد يعدل عليه. ايوه. وهذا طلعوا قوم. قالوا لها قالت له زين بس السلاح. قالت السلاح. قال السلاح خذوني ويلا يلا اطلقوا صلاح يا حي. ايوه. قالت حيد صارت تصيح وتبكي تصيح. ايش فيها عريج؟ قال ليش فيك يا بنت العم؟ قالت له خلني اللي فيني مكفيني، خلني اللي فيني. دالحين ابوي بيذبحني وبيقطع لي راسي اذا عرف اني اعطيت السلاح وشلوا لي سلاحه. قال من شل سلاحه؟ قال قوم هني. جانا الراعي قال له اربعه، ويوم راح لهم فلان قالوا قال 40. ايوه. قال حصلهم دبل. قالوا ولا يهمك ان شاء الله. راح ياخذ سلاحه ويروح وراهم. نم عيني عريت. ايوه. وكانت حيدي ما يروح وراهم كي يباشرهم، لان قالوا له عدتهم كثير، فصار يتختل لهم من كل مره، من كل تل، من كل حصى. يرقبهم الين شافهم حسبهم، عرفهم من اربع فقط. قال هين ال 40. شاف الثاري حق الحصان ماشي الا اربعه بس، ما حد غيرهم. يتخبى لهم ورا حصى كبيره ويطرح الاول. يا سلام. يقبلون كلهم عليه. وانسف الثاني. لا. ها طرح الاول. لا طرح الاول بس. اسلم. ويقبلوا عليهم الثلاثه. قال لهم ما بقى شيء من عندكم الا ترجعون الحلال. ولا تحسفون على اللي طاح، يمكن بطيحون وراه. يركض يقول لك يشدون الخيل عليه. ينسب الثاني. شاف الرجال مره طلقته بواردي. طلقته مره والموت. قال باقيين اثنين. قال بقيتوا انتوا، تبون ترجعون بسلامتكم ولا تبون تنزلون اللي عندكم كله؟ قالوا لا والله نبغى نرجع بسلامتنا. حطوا البندق وراح. حطوا بنادقهم وحطوا شغلهم كامل مره هناك، وشلوا اخوياهم اللي ميتين وراحوا، واعطاهم احصنتهم. ما خذوا احصنتهم. قال لهم بس روحوا باحصنتكم وشلوا موتاكم فيهم. انزين. ورجع. يوم رجع عند الحلال والخيل. المهم قالت البنت كيف عريج جاينا من وسط 40 شخص؟ عريج؟ عريج اسمه. عرج هو. ترى هو عريج ومره حاطين فيه مره انه اسمه عريج. ايوه. يوم رجع يا طويل العمر شافت البنت مره فرحت بشوف البندق اكثر من كل شيء. ايه. انزين قالت وتركض على البندق وتشلها. قالت بيض الله وجهك يا عريج. انك جبت بندق ابوي وانك فولتني سلمتني من الموت، لكن انت كيف سلمت من الموت؟ قال لها رحت وحصلت الاربعه. قالت لا. قال حتى ماشي منه. يلا الله وجهك. انزين. ما حد الا اربعه اشخاص، اثنين ماتوا واثنين سلموا. والحلال رجع الحمد لله وكل شيء رجع. والامور طيبه فهمت. وراحوا تفرقوا. رجعوا بكره الشيخ وجماعته وخبروها بالسالفه
الله يبون مال عندي جبت تعال 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 عجل اعطيني بدل خبيزه حليل لك خبرهم بالسالفه يوم قالهم بالسالفه حق محمد حق محمد انت العرب فرحوا بعريج وفعله عريج وبيض الله وجهه يوم عيني عريج انزين يوم بعد الرجال الله لا يصغرك يا ابو وانا اقول اقول لك الرجال استحس جايين به محمد خوي جزاه الله خير الله يطول بعمره اقول لك بيض الله وجهه الرجال خوي اخوك ولد عم هالمزيون استحس من الموضوع اي ان العرب مجدوه قال احسن لنا اسوي مثل ما تقول شو يسوي عرب يروح ايوه يروح للعمه لا والله هذه برب رقدنا اي يروح للعمه وقال له عمي خلاص احنا لخبط لخبط عطني من هي ما يفوت عطني هي الماكله ماكله لا ترجع ماكله ماكله اقول لك علي بس يبى يسوي بربقندة قال عمي خلاص احنا بنخلص المواضيع ونبى نتزوج خلاص لان البنت صارت ما هي الأولية لا هي تكلمه لا هي تغيرت عليه 180 درجه لا طاح لها من عينها ها عندك حويه يا الله زين يا طويل العمر وراح عمها خلاص يعني عمه قال له تحيد انا موافقتنا من زمان عليك لكن من باب السنه اني بس تشير البنت ايوه يوم استشارها قالت له لا من يقول قال له فلان فلان ولد عمك ما يا رجال لفيت ذا زين قال له فلان ولد عمك قالت له فلان هو ولد عميني خلاص ما عاد ابي طاح لي من عيني هو اني ما بايك انه ابو عيال يا رجال انا اقول لك ما اخذ سلاحه وبس طربعه رجاجيل ايوه قال له والناس تجيها مواقف قالت لا اللي يجيه مواقف مثل عرج جيب لي مثل عريج قال له عريج هو يعني يحبه ولد اخوه لكن ما توقع انه من بين عيال عمه كله هو ما درى ان عريج هو اللي رد الحلال لا درى اي لكن يعني موضوع ما كبروا لهي هي شافت بعينها ترى دائما الانسان اللي يحضر الموقف يشوف الشيء يعني فهمت اكبر من حجمه اللي شافوا الناس اللي بعده قال لها ما حد غير عريج قالت له ما حد غير عريج ان بغيت لي الزوج قدم لي عريج ولا غيري لا تقول اني بوافق نهائيا اذا الشور عندي وإذا الشور عندك أبوي أنت مصر الله فيك مصر أنا بنتك واللي تبغاه لي كيفك مرة أسلم فهي وحيدتي ما يحب عليها أحد فقال لها لا والله أنت وحيدتي وأنا ما بدي سعاء يعني أنه شيء أنا أشوفه بعيني على سعادتك أنت ما يبلي رضعت أيوة راحت البنت لكن قال لكن عريج ما خطبك أها راحت البنت إيش سوت راحت كلمت بنت خالتها اللي هي نفس الشيء بنت خالة عريج ولا قالت لها باك تروحين لعريج انزين وتفهمين بهذا الكلام الوحدة ثنتين صلحونا كمونية عريج يوم جاء الخبر ما صدق بالله ما صدق ساق عمره ما صدق يعني فلانة يعني بنت الشيخ وجميلة راح مرة وجاء يا طويل العمر وخطب ووافقوا عليه قال له أبوه عندي شرط واحد ملحت أبو البنت قال عندي شرط واحد قال أنت ولد أخوي قال أنت ولد أخوي والثاني هذاك ولد اخوي اللي خطبها قبلك وعارف رجال شراني وانه بيتعمد يا قتلك ولا يا تقتله ولا يقتلك مصرد فاذا شرطي الوحيد الموافق تكفى بالله بوصحوا انتم ترحلون من الديره ما عاد لكم مجلس هنا خبزه ربنا نفسك مكاني يا خبز لبناني لا تحكم وتظلم بالايام اصعد